الكرام، نرحب أجمل الترحيب بسماحة حجة الإسلام السيد بقية السيف السيد حيدر نجل شهيد المحراب، حياك الله وبياك مولاي. حييتم أيها الموالين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قارئ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه البشير النذير والسراج المنير المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السادة الكرام، احنا اولا جوار امير المؤمنين وجوار صاحب الذكرى المجاهد شهيد المحراب، وهاي الصلاة يعني ما تليق بهذا الجمع المبارك، جمع الجهاد والوفاء والبيعة لشهيد المحراب. اعيدوها ثانية باعلى الاصوات. الثالثة على حب شهيد المحراب بأعلى أعلى الأصوات. يموت الخالدون بكل فج، ويستعصي على الموت الخلود. سادتي الكرام، خير ما نبتدئ به حفلنا هذا آين من ذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم المقرئ الدولي الأستاذ كريم منصوري. نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمن ينتظر وما بدلوا
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. شكرا للأستاذ كريم منصوري. سادتي الكرام الأعزاء، أطلب من الجمع الكريم إلى شهداء الإسلام كافة وبالخصوص إلى صاحب الذكرى قراءة المباركة الفاتحة وقوفا قبل الصلاة على محمد وآل محمد. على وقوفكم سادتي نستمع الآن إلى النشيد الوطني لجمهورية العراق. شكرا لهذا الجمع المبارك، وأنتم تجددون العهد والولاء لحامل رسالة الأجداد. راح أحكي بجمر واسمع لها بجمري، راح أحكي بجمر واسمع لها بجمري، وانا اعرف صوتي عندك حافظه وشعري. راح احكي بجمر واسمع لها بجمري
ونعرف صوتي عندك حافظة وشعري. ترى بعدك حبيبي الأولي المزيون وبعد وداعتك نفس العشق عذري. ترى بعدك حبيبي الأولي المزيون وبعد وداعتك نفس العشق عذري. يا شراي الحكي يا مثني للكلفات، أسولف لك بياي وانت ما تدري. ترى لسه على حبك ما بعت مثقال، وظن تسمع برد على اللي يقول اشري. يا ابو ضحكة الحلوة ويا حلو المصباح، انا الذاعب غرامك عالخلق سري. انا اللي لحبك حصل الطقات، انا الما ينجبر لما رحت كسري. انا اليت من فقدك واعتنيت اليوم اسولف لك يا ابويا ايش سووا بعمري. صرت لعبة بسهرهم داس يتبع داس، يوجعوني بغدر واجعهم بصبري. ولا مرة نكرتك قلت موش وياك، اذكرك والخناجر تلعب بظهري. ولا مرة نكرتك قلت موش وياك، اذكرك والخناجر تلعب بظهري. طقت اجنبي اتحملها مو نشاد، طقت صاحبي لقطعت نفس صدري. انا المصيوب كلي اصواب فوق اصواب، اشقف طق عدوي طقني لبكتري. صرت كلش غثيث انا كنت محبوب، مدري الصدق بين مدري هذا امري. يا ابويا وما اطول والسوالف ضيم، حدر جدمك اذبهن يا بعد عمري. يا ابويا وما اطول والسوالف ضيم، حدر عمر حدر جدمك اذبهن يا بعد عمري. بس وحدر دقلك على الغيور الشين، عيرني القبل ينخلص من شعري. بس وحدر دقلك على الغيور تشين، عيرني القبل ينخلص من شعري. قالش حصليت تالي الجهاد الصار، صديت على رسمك والدمع يجري. قال اش حصلت تالي الجهاد الصار، صديت على رسمك والدمع يجري. انا جيت اشتكي لك يا ابو صادق هاي، ترى البعث هضيمة يعير البدري. المعذرة. نستمع الآن سادتي الكرام إلى النشيد لهذه المناسبة.
السادة الكرام الأفاضل، سيتلو علينا سفر الجهاد ورحلة الكفاح ومسيرة الوفاء من هو أهلا لذلك، رفيق درب شهيد المحراب، من الرعيل الأول من المؤسسين للمجلس الأعلى، إنه سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي. أدعوه إلى المنصة مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. أحسنتم كثيرا، جزاكم الله خيرا. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الرحمة، يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين. السلام عليك يا صاحب الزمان وشريك القرآن وخليفة الرحمن. السلام عليكم مراجع الدين الكبار. السلام عليك يا شهيدنا يا أبا صادق. السلام عليكم سادة العلماء الأخوة والأخوات الحضور، ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، شاكرين لكم عناءكم، حضوركم، تعشمكم هذا الحضور، جزاكم الله خير الجزاء. إنه شيء من الوفاء إلى هذا الرجل الذي أعطى كل وجوده وعائلته ومستقبله لكم أنتم العراقيون، أعطى دمه، حياته، عناءه، وجوده من أجل حريتكم ومن أجل كرامتكم ومن أجل أن يبقى العراق عراقاً عزيزاً مقتدراً، فله الشكر ولكم الشكر على هذا الوفاء وهذا الحضور. قبل الحديث عن يوم الشهيد، لا بد أن نبارك لكم حلول شهر رجب المبارك، شهر الرحمة، شهر الاستغفار، شهر التوحيد، شهر لا إله إلا الله، الشهر الذي فتحه الله لنا من أجل أن نقبل عليه بقلوبنا، بقلوب صادقة، لنفتح صفحة جديدة ونهيئ أنفسنا لدخولنا إلى ضيافته العزيزة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش. أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم في هذا الشهر، وخاصة الدعاء في هذا الشهر، الدعاء للعراق العزيز، لشعبه الكريم، لأهلنا في كل مكان، للمقاومة في كل مكان، في غزة، في لبنان، في اليمن، في العراق، في كل مكان، لمن وقف مع الحق. هذا شهر الدعاء، وبعده إن شاء الله شهر الولاية، وآخرها شهر أمتي، شهر رمضان، يوم الشهيد. لماذا نحتفل بيوم الشهيد؟ وما هو معنى يوم الشهيد؟ الشهيد شخصية أعطت وجودها لله تعالى من أجل الناس، هذا هو الشهيد. وليس كل إنسان شهيد، من يقتل من أجل ماله أو عرضه له درجة، لكن الشهيد الشهيد من يعطي وجوده
لله تعالى من أجل الناس، من أجل حريتهم، كرامتهم، رفع الظلم عنهم، من أجل إسعادهم، من أجل علمهم، من أجل تزكيتهم. هذا هو الشهيد. الشهيد عزيز عند الله في فضله ونعمته وكرامته، هو عند الله حي يستبشر بالذين يأتون من بعده. لماذا؟ لأنه أراد الله والله أراده، لأنه قدم نفسه للغير إيثاراً كالحسين الشهيد، وبالتالي فالله تعالى يجازي على هذا الإيثار فوق كل بر بر، حتى يقتل المرء في سبيل الله. المطلوب منا أن نعرف الشهيد ونعرف لماذا استشهد، ما هي أهدافه، ولماذا قتل، ومن قتله. هذه مسائل أربع علينا أن نعرفها عندما نمر بيوم الشهيد. من هو شهيدنا؟ محمد باقر الحكيم. الشهادة عادة قد تكون لشخص الدنيا مغلوقة عليه، ليس فيها فرص، ليس فيها مجالات، ليس فيها مجال للبروز أو أن يكون شيئا، وقد يستشهد. لكن عندما تكون الدنيا مفتوحة له في باب العلم، في باب الوجاهة، في باب المكانة والقيادة، وفي أماكن مختلفة، الدنيا مفتوحة له، لكنه يشطب على هذه الدنيا ويقول أسير بهذا الطريق من أجل الله للناس، هذا شهيد وشهيد، وله مقام ومقام. شهيدنا محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه تربى في عز مرجعية الإمام الحكيم فقيه العصر، عندما عرف الشيعة في القرن العشرين من خلال مرجعية الإمام الحكيم ومواقفه الشجاعة في العراق وخارج العراق. شهيدنا الحكيم كان تلميذاً وزميلاً وأخاً وصديقاً إلى مفجر الثورة الإسلامية في العراق، آية الله العظمى، الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وسماه عضيدي في هذه المواجهات. شهيدنا العزيز شهيد المحراب كان محباً وذائباً في الإمام الخميني، هذا القائد العظيم كان يتابعه وكان قريباً منه، تربى في وعاش مع مثل هذه الأسماء الكبيرة. الشهيد الحكيم كان عالماً في أصوله وفقهه، كان عالماً في تفسيره، كان عارفاً بزمانه، أكثر الناس معرفةً بالعراق تأريخاً واقعاً حاضراً بمشايخه بعلمائه بشبابه، كان دقيقاً في معرفته للوضع العراقي ومدبراً جداً في خططه ورؤيته المستقبلية. الشهيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه فرض الاحترام على الملوك والرؤساء، وكان حبيب الفقراء، كان يوصينا أن نكون من قريبين من الفقراء والمستضعفين. أتذكر يوماً كان هناك اجتماعاً للمعارضة العراقية برمتها في سوريا، وكان علي أن أستقبل، وإذا بالسيد الشهيد يقرر أن يذهب إلى السيدة زينب ليؤدي الزيارة. قلت سيدنا الآن وقت استقبال الشخصيات السياسية والفلانية، الزيارة ممكن أن تكون في وقت آخر. قال عندما أزور وأجد امرأة مستضعفة تدعو لي فبها البركة، ببركة هؤلاء نحيا، ببركة هؤلاء ننجح. هذا كان السيد الشهيد محمد باقر الحكيم حبيباً مهتماً عزيزاً عند الناس، عند المستضعفين، زارهم في كل أماكنهم، في مهجرهم، في مخيماتهم، في معسكراتهم، كان معهم. شهيدنا الحكيم كان صاحب فكر، لكن صاحب إرادة جهادية وثورية، أسس وبنى فيلق بدر،
كما أسس وبنى وتابع حركة المجاهدين التي دوخت النظام، والتي على أثرها اعترف النظام بوجود هذه المعارضة، وعلى رأسها الشهيد الحكيم، وعلى أثرها قال للناس: ليأتي محمد باقر إلى العراق من أجل أن نعرض أنفسنا للانتخابات. أول من اعترف به صدام معارضاً يقابله هو الشهيد محمد باقر الحكيم. شهيدنا لم يختفي تحت الأسماء والمؤسسات، وإنما نزل مبارزاً بنفسه. سيدنا، هذا يؤدي إلى قتل عائلتك. قال: وهل الناس تثور بصوت غير معروف؟ وهل الناس تسير خلف جهة غير معروفة؟ نحن نريد أن نقيم ثورة أم نريد أن نلقي خطابات؟ نحن نريد أن نحرر الشعب أم أن نريد أن نسجل نقاط؟ فنزل بنفسه واسمه، وكان يعرف ماذا يعني من يواجه البعث العفلق الصهيوني المتغطرس المتفرعن بهذه المواجهة الصريحة الواضحة. وتقدم وأدى ما عليه، ينتقل من بلد إلى بلد، من أمم متحدة إلى بلدان الجوار، من أجل أن ينقل صوتنا، صوت الشعب العراقي المظلوم، في كل محافل العالم، حتى يضغط على صدام. من هنا يقوم بعمل عسكري متقن، ومن هنا يقوم بجولة دبلوماسية وسياسية حكيمة وذكية ومدبرة. هذا هو شهيدنا الحكيم، فرض وجوده على الجميع، وحد المعارضة المتمزقة بأسمائها وعناوينها وما شابه، وحدها فقط عندنا إسقاط النظام وحرية شعب. هذا هو الهدف الذي اجتمعت عليه كل الفصائل المختلفة، ثم رسم لنا الحكم الجديد الذي يستند على إرادتكم. لا نقبل بأي نظام يفرض. أول من واجه الاحتلال في كل خطبه 17 خطبة كلها تؤكد على إنهاء الاحتلال وبناء نظام يستند على إرادة الشعب في تعددية وفي حرية وفي انتخابات. هذا هو شهيدنا الحكيم. أراد أن يعيش العراقيون أعزاء كرماء أحرار، يتناسب مع هذا البلد العظيم. كان محباً للعراق، لعتباته المقدسة، لحوزته الدينية، لمراجع الدين، لتاريخ العشائر في مواجهاتها، لطبيعة المجتمع العراقي الثوري والطيب والمنفتح. كان لا ينسى أن يدعو لهم، أن يكون معهم، أن يعبر عنهم، أن يفتخر بهم، يفتخر بالكوفة وبالعراق وبكل مواطنها. شهيدنا الحكيم قرر أن ينزل الميدان وأن يضع رقبته لله من أجلنا جميعاً، ليس فقط هو بل وعائلته كلها. كان يعرف ماذا يعني صدام في هذه المواجهة، وتقدم، والحمد لله بإيمانه بدعائه. كان محباً للدعاء، محباً للقرآن، حليفاً للقرآن، حليفاً لدعاءكمين، حليفاً لصلاة الليل. هذا سياسينا، عابد زاهد شجاع، عارف بزمانه. هذا هو سياسينا، هذا هو قائدنا، هذا هو رمزنا. ليس رمزنا من يذهب من هنا وهناك يتسقط على أبواب الحكام وغيرها. شهيدنا الحكيم استهدف، وأول من استهدف هو، لم يبقى إلا 4 أشهر أو أقل، وكان القرار أن يقتل هذا، أن ينتهي الشهيد الحكيم. لماذا؟ لأنه الشخص الذي وضع البوصلة عند وصوله إلى النجف. في خطابه هنا ماذا قال لكم؟ قال: أقبل أيديكم فرداً فرداً. وتعرفون من هو الحكيم عندما يقول هذا القول؟ كان متواضعاً ومحباً لكم، وقرر أن يكون المواجهة إكمال المواجهة بإنهاء الاحتلال، إكمال المواجهة بإنهاء الاحتلال.
ورتب مثل هذه الأمور في مواجهة المحتل. ولكن أعداء العراق، من هم أعداء العراق؟ من لا يريدون الخير لكم، من لا يريدون العراق أن يكون عزيزاً مقتدراً، من لا يريدون أن نكون منسجمين متحابين، من هم أعداء العراق؟ أعداء العراق من قتل الشهيد الحكيم، من لم يرد لهذا الشهيد أن يكمل البوصلة ويكمل الطريق، قرر قتله من نواصب، من بعثيين، من أمريكان، من صهاينة. هؤلاء هم أعداء العراق، وعلينا أن ننتبه لنعرف عدونا من صديقنا. عدونا نحذره ونراقبه، وصديقنا ننفتح ونتعاون معه، لا نخلط الأوراق. يصبح العدو صديق والصديق عدو، هذا هو الجهل وهذا هو الخطر. الحمد لله، الشهيد الحكيم وضع أهدافاً كبيرة وعزيزة: الحرية، العدالة والكرامة، السيادة والاستقلال. السؤال: هل تحققت هذه الأهداف؟ أي أهداف تم تحقيقها، وأي أهداف تحتاج منا أن نكمل الطريق؟ الحرية، والحمد لله الكل يعترف بما موجود من حرية في العراق: تعددية سياسية، تعددية مذهبية، تعددية قومية، تعددية ثقافات، والكل له منصته ومؤسسته وحزبه و كلها موجودة. لكن علينا أن نحذر من تجاوز المسؤولية في هذه الحرية. الحرية لا تعني أن نفتح أبوابنا للعملاء، الحرية لا تعني أن نفتح منصاتنا للمفسدين والعابثين، الحرية ليست هذا معناه. الحرية مسؤولية، أن الإنسان يحترم نفسه ويحترم غيره ويحترم هويته وثقافته وقيم هذا الشعب. هذه هي الحرية. العدالة والكرامة، نعم، العدالة والكرامة. صدام أراد للعراقيين أن يكونوا عبيد ويتفض عليهم بدجاجة و اليوم العراقي يملك نفطه، النفط ملك كل الشعب العراقي ويوزع على الجميع بالتساوي. هذا هو نص دستوري ببركة النجف الأشرف تم تثبيته، وبالتالي لا الحكومة متفضلة على الشعب، الحكومة باختياركم، مجلس النواب باختياركم، الوزراء باختياركم، الموازنة بقراركم، ليس هو تفضل من القيادة السياسية ولا من بعثها ولا من صدامها، هو صناعتكم وقراركم واختياركم. نعم، هذا موجود. لكن أيضا في هذا المجال مع الأسف وجدنا أن أبواب العراق فتحت للاستيراد، ومنع الناس من أن يزرعوا أو يصنعوا. تحول جهدنا الاقتصادي إلى الاستيراد، إلى أن نستورد من الخارج، وكانت هناك بطالة في العمل، وهذا خطأ في مسيرة الاقتصاد في العراق. نجد مراكز البيع الكبيرة، المولات، بين مركز ومركز مركز، وعلمونا على الإسراف في البيع، في الشراء، نشتري هذا وذاك من أجل أن نصرف أموالنا في غير ما ينفع. ينبغي أن نذهب إلى المصانع، إلى المزارع، إلى مراكز إنتاج. يجب أن نحمي المنتج الوطني، ندافع عن المنتج الوطني، نفتخر بالمنتج الوطني. لا يمكن أن نبقى أعزاء وكل غذائنا ومائنا وكله مستورد، وملبسنا كله مستورد. هذا ليس من كرامة شعب. يجب أن نذهب باتجاه الزراعة والتصنيع، أن نستثمر النفط في مصانع البتروكيماويات، وكذلك في كل شيء يجب أن يحول بأيدينا، بأيدي العراقيين. يجب أن نفتخر بهذه اليد التي قبلها رسول الله، اليد العاملة. انتهينا قبل أيام من انتخابات مجالس المحافظات،
وهو عمل طيب وجيد، وكنا نتمنى أن يكون معنا كل من موجود في هذا البلد في هذه الانتخابات، لكن مع الأسف الأخوة الأعزاء في التيار الصدري قرروا المقاطعة. أملنا أن يكونوا حاضرين، جزء مهم من العراقيين يجب أن نكون سوية في بناء هذا البلد، في الدفاع عنه، في تشخيص أعدائنا في البرلمان، نجدهم معنا في كل مكان. هذا العراق لا يبنى إلا بجميع أيادي العراقيين كلهم، ويجب أن ننسجم. نختلف نعم، لكن لا نتصارع، لك رأي ولي رأي، لكن لا نتنازع. علينا أن نتسابق في الخيرات، نتنافس في العمل الصالح، لا نحول اختلاف آرائنا إلى صراعات وإلى لا سمح الله نزاعات يقف البلد عليها. أملنا كبير في الناجحين، القوائم الناجحة، ممثليهم في مجالس المحافظات، عليهم أن يؤدوا تجربة جديدة. التجربة الماضية خلال 20 سنة الماضية كان عليها أكثر من علامة استفهام وتعجب في صراعات على المشاريع، وفي تنافس، وفي إقصاء من هنا وهناك، مما أصبح مجلس المحافظة موضع تهمة وأمراً غير مرغوب. أملنا ما بعد هذه 20 سنة الماضية من هذه التجارب المختلفة أن مجالس المحافظات القادمة تكون مجالس خدمة. علينا أن نكون قريبين من الناس، علينا أن نكون ميدانيين. مجالس المحافظات هذا واجبها، أن تكون بين الناس، لا تضع حواجز من حمايات طويلة عريضة أو مقامات أو ما شابه. علينا أن نكون معهم في أحزانهم، أفراحهم، مشاريعهم، مشكلاتهم. مجالس المحافظات أمام امتحان كبير، إذا لا سمح الله رجعت إلى السياسة التي كانت عليها فستكون موضع نقمة ورفض. وبالتالي إن شاء الله شعبنا بعد 20 سنة أكثر فهماً، وعياً، مراقبة، متابعة، سيشخص من يخدم وسيشخص من هو في بيته أو جالس أو مترفع على الناس. هذه تجربة يجب أن نعمل على إنجاحها لأنها قريبة من الناس. مجالس المحافظات مجالس خدمة، والحكومة الاتحادية حكومة إعمار وخدمات أيضاً. المطلوب منها إن شاء الله تكون هذه السنة سنة إنجازات طيبة على صعيد البناء والإعمار وما شابه. شهيدنا الحكيم في أكثر من موضع وموقف أكد على هوية الشعب العراقي، ثقافة الشعب العراقي، اعتزاز الشعب العراقي بأصالته، بثقافته، بتأريخه، بهويته، بأخلاقه المتميزة، بهويته الإسلامية الحسينية. هذا أمل الشهيد الحكيم في العراقيين، في كل كلمة خطاب كان يؤكد على هذه الخصوصية. لا نريد حرية واقتدارا، لكن شعبنا يسلب في حريته، في ثقافته، دينه، أخلاقه. فتحت الأبواب وخدم الخفافيش الظلام ووساوس الخناس في كل بيت من أجل تخريب هذا المجتمع، لكن والحمد لله ببركة العتبات المقدسة، ببركة الشعائر الحسينية، ببركة مراجع الدين، ببركة أصالة الشعب، عشائره ورجاله، حافظت شعبنا على هويته، وغدا للعالم صورة جميلة رائعة لهذا الشعب الحسيني المعطاء في أربعينيته. ودخلت الأربعينية في ثقافة العالم وفي سجل العالم. إذا أردتم أن تعرفوا شعباً معطاءً يحب أن يقدم ولا يريد منك شيئاً، تعال إلى العراق، تعال إلى النجف، إلى كربلاء، إلى شعائر الحسين، لتجد العجائب والعجائب. هذه هي أصالة العراقيين، هذه هي ثقافة الحسينية المباركة. الحمد لله في هذا الجانب علينا أن نفتخر ونشكر الله على هذه النعمة، لكن أمامنا أيضاً تحديات في سلب أبنائنا وشبابنا تحت شعار
وشعار المخدرات التي غزت في كل المدارس مع الأسف والمحافظات. تشكر وزارة الداخلية على مساعيها الطيبة ومتابعتها الشديدة للمروجين للمخدرات والمتاجرين بها، واستطاعوا والحمد لله أن يحققوا إنجازات وإنجازات. وتبقى مناهجنا الدراسية بحاجة إلى مراجعة، يجب أن يدرس فيها تاريخنا، يجب أن يدرس فيها شهداؤنا رموزنا، يجب أن يدرس فيها مواقف عشائرنا، يجب أن يعرف فيها هذه الرموز الطيبة، هذه الممارسات المتميزة في أربعينية الإمام الحسين وفي كل ثقافة هذا البلد. مناهجنا بحاجة إلى إكمال. شهيدنا الحكيم، سنكمل هذه المهمة بأبنائك الرجال، بأبنائك وأولادك، سنتابع كل هذه المسائل. وتبقى أمامنا قضية مهمة أكد عليها الشهيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، ألا وهي السيادة والاستقلال. نعم، استطاع العراقيون حكومة وشعبا وبرلمانا ببركة المرجعية العليا للإمام السيد السيستاني حفظه الله تعالى أن نخرج المحتل بطريقة حكيمة ذكية، نجمع ما بين الجهاد وما بين الدبلوماسية وما بين القانون، عندما قرر البرلمان أن لا يعطي حصانة لأي أجنبي في العراق. من يقترف جريمة في العراق أيا كان، أمريكيا أو غير أمريكي، يحاكم في محاكمنا، مما فرض على الأمريكان أن يخرجوا في 2011. وأصبح العراق نموذج ومثلا عند كثير من البلدان، يسألون كيف أخرجتم المحتل، وجاء ب 160 ألف مارينز وعسكري وما شابه، أخرجتموهم. هذه اليابان، هذه ألمانيا، كل الدول التي فيها أمريكان سألونا كيف استطعتم من خلال برلمان ومن خلال جهاد ومن خلال حكمة المرجعية العليا سنة 2011. لكن عدونا ماكر، دخلنا مرة ثانية في 2014 تحت عنوان مساعدة العراقيين في مواجهة داعش، ولم نملك سلاحاً ولا طائرات ولا استخبارات ولا ما شابه، وكان بدعوة من الحكومة للأمم المتحدة أن ترسل عوناً لنا في تحالف دولي، وخدم هذا التحالف وأربع سنوات، وتوقعوا 10 سنوات أن يستمر داعش، لكن ببركة رجال صامدين صادقين مجاهدين مضحين كأمثال أبي مهدي المهندس والأخ العزيز سليماني وكل الحشد الشعبي والقوات العسكرية المختلفة في كل صنوفها، نطالب الآخرين أن يقدموا إلى العراق من أجل الإعمار، من أجل أن يضعوا أموالهم في هذا البلد الناهض بسكانه وبخيراته وثرواته. يقول عندكم داعش، عندنا ليس عندنا داعش، قالوا عندكم قوات التحالف. لماذا موجودة قوات التحالف؟ يعني أنكم في ضعف، يعني أنكم أمام تحدي، يعني أن داعش لم تنتهي. وبالتالي وجود قوات التحالف بعد إنهاء مسألة الداعش، وجودها أصبح نقطة ضعف أمام هذا المشهد الجميل العراقي، مشهد الانتصارات ومشهد الإنجازات، بسبب وجود قوات أجنبية تدعي أنها تواجه داعش وليس هناك داعش، ترسل رسالة إلى أصحاب الأموال، الدول، الرؤساء وغيرها أن الوضع العراقي غير مستقر. وبالتالي فيجب أن نرفع هذه النقطة السوداء من وجودنا، من واقعنا، ننهي هذه المسألة ليعود العراق كباقي البلدان، ليس فيه مثل هذه القوات، ويستطيع بقواته وطائراته ووجوده وحشده وجيشه أن يحفظ أمنه وحدوده وسيادته. وجود قوات التحالف اليوم أصبحت نقطة
تشير إلى أن البلد ضعيف، ونحن لا نقبل بذلك. يشكر الأخ رئيس الوزراء عند مناداته بإخراج هذه القوات وخروجها عبر المفاوضات. نحن نريد أن تكون هذه السنة 2024 سنة إنهاء تواجد القوات الأجنبية بكل أصنافها، ويجب أن يتحمل العراقيون مسألة أمنهم وهم قادرون على ذلك، ولا نحتاج إلى مثل هذا التواجد الأجنبي. نعم، قد نحتاج إلى أشياء أخرى، لكن تواجد لقوات أجنبية غير مقبول ويجب أن ينتهي في هذه السنة، وإن المفاوضات يجب أن تحسم بزمن محدد ولا تبقى مفتوحة كما هو الحال في كثير من المفاوضات التي تجريها أمريكا. الموضوع الثاني في هذا المجال في مسألة السيادة والاستقلال، استقلال القرار، السيادة على الأرض والسماء، والسيادة على أموالنا، على منافع نفطنا، يجب أن يكون بأيدينا، ويكفي أن يكون بأيدي الآخرين يتصدقون به علينا وكأنهم يقومون بفضل. أتمنى على أصحاب القدرات في الجامعات، قدرات العلمية في الجامعات، أن يضعوا لنا صورة حل لهذه المسألة. نحن رفعنا شعار حي على الكرامة، كرامتنا أن تكون أموالنا بأيدينا وليس بأيدي الآخرين. أتمنى على أصحاب القدرات العلمية الاقتصادية والمالية أن يضعوا لنا تصوراً من أجل أن ننهي هذا الملف إن شاء الله. سيدي أبا صادق، نعم، في هذه الأيام وقريب التحق بك ابنك العزيز صادق وأم صادق، وكذلك في مثل هذه الأيام كان رحيل أخيك الطيب المحبوب السيد مهدي الحكيم رضوان الله تعالى عليه. وفي مثل هذه الأيام أيضاً أقمنا احتفالاً لأعوانك وأصحابك إلى الشهيد أبي مهدي المهندس وأخيه قاسم سليمان قادة النصر، وشهداء كثيرون ذهبوا بهذا الطريق. نحن نقول لك يا سيدي يا أبا صادق، نحن صممنا أن نكمل مسيرتك، منهجك، دربك، ونصحح الأخطاء التي حدثت هنا أو هناك، ونصحح المسار حتى نصل إلى الأهداف التي وضعتها إلينا. عهد وفاء لك، وأنت البطل الشجاع كما سماك الإمام الخميني ابن الإسلام الشجاع. سنسير على هذا الدرب بشجاعتك، بمبادراتك، بإنجازاتك، بشمول اهتماماتك من العسكر إلى العلم إلى الإعلام إلى الخدمة، إلى في كل المجالات فتحتها الجهاد والخدمة مفتوحة في كل المجالات. سنسير على دربك في خدمة العراقيين في كل مجالاتهم، وسنسير على دربك عندما قررت أن تواصل الطريق حتى تلقى الله بدمك وأنت مقطع الأوصال بهذا الشكل، وكنت دائماً تقول وتتمنى أن تكون مع أصحاب الحسين، واليوم أنت مع أصحاب الحسين بهذا الإصرار. نحن على دربك سائرون ملتزمون، هذا عهدنا، هذا قرارنا، هذا قسمنا. نلقاك إن شاء الله وأنت تشفع لنا من أجل أن نخدم العراقيين وأن نجعل العراق عراقاً مقتدراً مستقلاً مقتدراً، وشعبه يحيا حياة كريمة عزيزة، وأن يسود العراق ثقافة عراقية أصيلة عنوانها الحسين وعلي. أسأل الله تعالى أن يحقق كل ذلك ببركة هذا الشهر، ببركة دمائك الطيبة الطاهرة، وبجهود كل المخلصين من رجالك وأبنائك وأولادك. ونحن على العهد، وفي كل عام سنكون هنا لنعرض لك ما أنجزنا وما قمنا به. أطلت عليكم الحديث إخوتي الأعزاء، شاكراً لكم حضوركم، تحملكم هذه المسافات وبقاءكم معنا كل هذا الوقت. نحن ننهي هذا الاجتماع بعهد ووفاء وقسم مع شهيد المحراب أن نسير على دربه، وإن شاء الله بشفاعته نلقى جده رسول الله
ونلقى سيدنا أمير المؤمنين ونمهد بهذا الإنجاز دولة صاحب الأمر والزمان في عاصمته الكوفة القريبة إن شاء الله. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. شكراً لسماحة الشيخ الدكتور همام حمودي. شكراً لكم سادتي. وقبل أن نقوم من هذا الحفل، هناك أهزوجة كان يحبها شهيد المحراب، وأرجو أن نرددها ختاماً للاحتفال، وهي بأعلى الأصوات: أهزوجة استقبل بها الشهيد في البصرة. وين الحاربك وينه صدام النذل وينه احسي، وين الحاربك وينه صدام النذل وينه. سادتي الكرام، شكرا لكم، شكرا للجميع، شكرا لأصحاب السماحة والفضيلة السادة المشايخ الكرام، أخوتي أخواتي، شكرا لكم جميعا على هذا الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.